السلام عليكم. هل سألتم يوما كيف نقوم برفع الصور على الانستغرام من خلال الكمبيوتر من دون أن نقوم بوضعها على الهاتف؟ بالفعل توجد طريقة وهي متوفرة على المتصفحات الثلاث كروم وفايرفوكس وأوبرا وعلى أغلب المتصفحات كما أعتقد. فكما تلاحظون أن عندما الدخول إلى موقع انستغرام فالموقع لا يوفر أي زر لرفع الصور، لكن أستطيع الذهاب إلى ديفلوبر أو ديفلوبر أوتي دي ديفلوبر ديفلوبر تولز، ثم الذهاب إلى هذه الأيقونة هنا توجل ديفايس تول بار. عند الذهاب إلى موقع انستغرام من جديد ستلاحظون أن علامة الزائد الخاصة برفع الصور أصبحت متوفرة من جديد. نفس الأمر ينطبق على جوجل كروم، حيث نفس الخاصية كذلك موجودة. نذهب إلى Developer Tools، نفس الأيقونة. سأقوم بفتح انستغرام. نلاحظ وجود علامة الزائد، أستطيع رفع أي صور من خلال هذا المكان. بالنسبة للفايرفوكس فعلينا الذهاب إلى المنيو، ثم الذهاب إلى الويب ديفلوبر، أبحث عن الأداة المناسبة عبر Get More Tools. أبحث عن هذا الأدون، أقوم بتنصيبه بهذا الشكل. وللاستعمال الطريقة سهلة، يكفي أن أضغط على هذه الأيقونة هنا، وكما تلاحظون فيمكن رفع الصور مجانا عبر المتصفح بدون برامج أخرى. شكرا على المتابعة.